اهلا بكم، عدنا مره اخرى. معلش، واضح ان الكلام على زيارات الرؤساء الامريكان لمصر عملت لنا مشكله، لكن خلونا نرحب بضيوفي مباشره عبر الانترنت. الدكتور خالد الطرعاني، الخبير في الشؤون الامريكيه، اهلا بك معنا دكتور. وايضا ارحب بي الدكتور محمد الزواوي، المحاضر في معهد الشرق الاوسط بجامعه سكاريا، اهلا بك معنا دكتور. اهلا بكم معنا. طيب أبدأ معك دكتور محمد. الحقيقة في 2008 لما جورج بوش الابن زار الشرق الأوسط زيارة تقريبا قعدت 8 أيام، زار مصر 3 ساعات بس، وقتها الدنيا قامت ولم تقعد، والجميع يعني انتقد جورج بوش وقالوا أن دي إهانة للنظام المصري وإهانة لحجم مصر في منطقة الشرق الأوسط. النهاردة بنتكلم على أن ما فيش أصلا رؤساء أمريكان بيزوروا مصر، على أن كل ما رئيس أمريكي يفترض أنه يقابل عبد الفتاح السيسي بيقابله في السعودية، هل عند حضرتك تفسير؟ البداية تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الحقيقة مصر يعني قيمتها الحقيقة يعني قلت كثيرا في العقدين السابقين. الحقيقة مصر لم تعد مصدرة لقوة ناعمة، ولم تعد لها ريادة سياسية في المنظمات الإقليمية، لم تعد فاعلة، لم تعد حتى متماسكة سياسيا واجتماعيا. ومن ثم فمصر الآن يعني ليست أمريكا فقط، الكل الآن ينظر إليها على أنها عبء. حتى مصر الآن عندما تذهب إلى مؤتمر، عندما تذهب إلى لقاء بايدن في السعودية، ربما سيكون همها الأول هو يعني جلب الأموال من السعودية والاقتراض، كما أفادت يعني بعض التقارير الصحفية التي نشرها صحفيون مقربون من النظام. النظام الآن يحاول استجداء يعني الأموال والمليارات من دول الخليج. ومن ثم فالآن مصر لم تعد قائدة ولم تعد مؤثرة في محيطها، ولكنها الآن ينظر إليها كعبء بسبب يعني سوء إدارة، وبسبب الفساد الداخلي، بسبب عدم التماسك المجتمعي داخل الدولة، مشكلات كثيرة جدا متعلقة بحقوق الإنسان، بالأحزاب، بالصحافة. لم تعد لها قول في مختلف الملفات، سواء حتى في ليبيا الجارة القريبة منها، السودان الآن حتى لم تستطيع حتى أنها يعني تؤثر على صناعة القرار هناك، إثيوبيا، حتى وادي النيل نفسه اللي هو كان مفترض من الدائرة الأساسية للدائرة القومية المصرية. الآن مصر لم تعد مؤثرة حتى على الأقل، خلينا نقول معنويا حتى، أو بقوات الناعمة حتى في مجال حدود النيل. لكن كل الدول الآن حتى إلى دولة مثل إثيوبيا تجرأت عليها الآن وبدأت تتحدى مصر ليس فقط. طيب لو كانت مصر غير مؤثرة دكتور، لماذا اتصل بايدن بعبد الفتاح السيسي ابان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام الماضي؟ اتصل بالرجل مرتين. هو مصر الآن بتحاول أن تجد لها بعض الأوراق للعب بها، وأعتقد الورقة الوحيدة التي تملكها مصر الآن هو معبر رفح، علاقتها بحماس، كون أن مصر هي المعبر الوحيد المتنفس الوحيد لقطاع غزة، محاولتها السيطرة على الفصائل الفلسطينية، محاولتها يعني إدارة الملف في الصراع فيما يتعلق بحركة حماس وعلاقتها مع إسرائيل. أعتقد هذه الورقة الوحيدة. حتى ملف الغاز الآن، ملف الطاقة، ومصر الآن وقعت اتفاقيات مع إسرائيل وغيرها لتسييل الغاز وتصدير لأوروبا. حتى هذه المؤسسات وتسييل الغاز ليست ملكا للدولة المصرية مع الأسف الشديد. يعني مصر الآن هي فقط موقعة بصفه سياسيه فقط، ولكنها طيب. في الارض الواقع مصر حتى ليست لديها اي سيطره على تلك. طب خليني اتحول للدكتور خالد الطرعاني. دكتور محمد، عفوا المقاطعه. دكتور، الحقيقه جو بايدن تفاءل الكثيرون بمجيئه، لن يكون هناك شيك على بياض لدكتاتور ترامب المفضل، السعودية دولة منبوذة، والآن بايدن يذهب للمملكة العربية السعودية يحاول تصحيح أوضاعه ويقول لن ألتقي بمحمد بن سلمان، ولكنه الواقع يقول أنه سيلتقي ببن سلمان، سيلتقي بعبد الفتاح السيسي. هل تغيرت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه القاهرة والرياض؟ المشاهدين الذي يتغير في السياسة الأمريكية هو المتغير الوحيد أو الشيء الثابت في السياسة الأمريكية، هو أن السياسة الأمريكية تتغير لما فيه مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هذه حقوق الإنسان، وأن السيسي منبوذ والسعودية منبوذة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واغتيال خاشقجي والسيسي وتسلطه والحكم الدكتاتوري الذي يمارسه على الشعب المصري،
كل هذه ليست حجر زاوية في السياسة الأمريكية. حجر الزاوية في السياسة الأمريكية هو المصلحة الأمريكية، وعندما تتفوق مصلحة الولايات المتحدة على حقوق الإنسان المصري أو على حقوق الإنسان السعودي، فمصلحة الولايات المتحدة هي التي تتغلب بدون أدنى شك. ما هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الآن في لقاء بايدن ببن سلمان والسيسي؟ نعم، الذي تغير وأدى إلى مثل هذا اللقاء هو أولا مستوى من التضخم غير مسبوق منذ عقود في الولايات المتحدة، ارتفاع نسبة الفائدة في البنك المركزي الأمريكي لأعلى نسبة أو بأعلى قفزة منذ 40 سنة أو أكثر. الذي تغير هو أن لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يصل سعر جالون البنزين إلى حوالي $10 في ولاية مثل كاليفورنيا، وإلى حوالي $6 في الولاية التي أسكن فيها الآن في ولاية ميشيغان في قلب الولايات المتحدة. الشعب الأمريكي متململ، سوق الأسهم الأمريكية في حالة لا أريد أن أقول انهيار، ولكن في حالة هبوط شديد. نحن دخلنا الآن في مرحلة ما قبل الكساد، فهذه الضغوط الاقتصادية بدون أدنى شك سوف تتفوق على أي مصلحة لأي من شعوب ذوي البشرة السمراء. طيب أعود إليك دكتور محمد مرة أخرى، هل يعيب النظام المصري الحالي أنه بات تابعاً للمملكة العربية السعودية، أو أنه بات، دعني أصحح الكلمة، بات حليفاً للمملكة العربية السعودية وأخذت السعودية منه دور الريادة في المنطقة، هل هذا يعيبه؟ طبعاً في الشك، لأن قدر مصر ليس كذلك على إطلاق. مصر دولة كبرى في إقليمها، طالما كانت مصر تاريخياً مؤثرة كانت هي التي تقوم حتى بعمل الغزوات تاريخياً منذ الفراعنة. يعني كانت مصر دائماً تقوم بالتقدم شمالا حتى الجزيره العربيه، الحجاز، هذه المناطق كلها، حتى ليبيا، السودان، حتى يعني قرن افريقيا. هذه المناطق هي تاريخيا والمفترض تكون تحت السيطره المصريه. الان مصر حتى في القوى الناعمه، الان حتى مصر لم تعد تصدر لا مفكرين ولا كتاب ولا مسلسلات، ولا غير قادره حتى على التاثير في محيطها من حيث القوى الناعمه. فطبعا لا، هذا طبعا هذه يعني السلبيات كلها تحملها النظام العسكري من اول 52 حتى يومنا هذا. ولكن طبعا نظام الانقلاب من اول 2013 هو طبعا دخل مصر في صراع داخلي، وجعل مصر تاكل نفسها. يعني بدلا ان تقوم مصر بتوجيه الاموال، اذا كانت هناك اموال يعني للتنميه وللبناء وللتقدم، هي الان الشق الاكبر من الميزانيه المصريه يذهب الى الامن الان، يعني لكي يقوم النصف او السلطه او النخبه بمقاومه بقيه الشعب وإراداته. حتى لما قال السيسي ان الجيش يعني مستعد لانتشر مصر في خلال 6 ساعات، فالان هي مصر هي حاليا وواقعيا في حاله حرب ضد نفسها. الان ما فيش احزاب، ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش يقدر ينتقد. حتى المسار الحالي برغم من كل عيوب وكل عمليه الاقتراض يعني السفيهه، اذا استطعنا ان نقول ب خدمة الدين وهذه كل هذا العباء الاقتصادية على الشعب المصري، لا يستطيع رئيس حزب حتى من الذين خارج السجون، يعني طبعا هناك الكثير من الشرطات في السجون، حتى الذين خارج لا يستطيع احد ان يتكلم، لا احد يستطيع ان يقول بجنرال لا، هذا المسار خاطئ. ومن ثم في مصر الان اصبحت الدولة حتى غير قادرة على تصحيح المسار. يعني النظم السياسية الفاعلة او نظم النظام السياسي السليم يستطيع دائما ان يصحح نفسه. اذا حصل خطأ دائما ما هناك مفكرون و مستشارون للنظام وحتى اجهزه المخابرات واجهزه الامن القومي نفسها. يعني ما نحن الحاله الحاليه لمصر الان، مصر في حاله انزلاق ولا يستطيع احد يتكلم. الان صناعه القرار العربي تحولت الى الخليج الان، ليس فقط بسبب المال، ولكن طيب. ايضا بسبب عدم قدره مصر بمختلف انواع القوى نفسها، قوى الصد والقوى الناعمه والقوى الذكيه، كل هذه انواع القوى لم طيب. تعد موجوده. دعني اعود دكتور خالد الترعاني وأختم معه هذه الفقرة. دكتور، إن كان للولايات المتحدة مصالح اقتصادية تتعلق بالنفط وبأمور أخرى مع المملكة العربية السعودية وهذا مفهوم، ما هي مصلحة الإدارة الأمريكية مع النظام السيسي الآن؟ نعم، يعني ما صحيح أن مصر بكل أسف تحت نظام عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة منزوعة الدسم،
من ناحية أن النيل أصبح جافاً والعسكر مشغولون بصناعة المكرونة والبوتيتو تشيبس، والدولة المصرية أصبحت حقيقة يعني تغذي الفساد للطبقة الحاكمة من خلال أموال الخليج، فهي ليس هناك مصلحة للولايات المتحدة في مصر إلا في أن تستمر مصر في لعب هذا الدور الذي يحيد الدور الكبير والدور المحوري الذي كانت تلعبه مصر. إذا مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الحقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع مصر هي أن تبقى مصر في حالة حياد. الآن حققوا هذا الشيء، وبكل أسف السعي الآن هو لتحقيق يعني الضربة الكبرى الأخرى. الضربة الأولى تحققت في 77 عندما تم تحييد دور مصر، وعلى مدى عشرات على مدى عقود تم يعني نزع الدسم، دعني أقول مرة أخرى، عن مصر. الآن الضربة الكبرى هي سقوط السعودية وإدارة السياسة السعودية، الإدارة السياسة الخارجية السعودية من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلي. برأيي يعني هناك قضيتين كثير مهمات عندما نتحدث عن مصر وعن السعودية، هو أن على سبيل المثال جيرد كوشنر قبل أن يحيد الأمراء الآخرين ويدمج السلطات ويصبح الحاكم الفعلي للسعودية، قبلها بأسبوع واحد جاء جيرد كوشنر بزيارة غير لم يعلن عنها، بالرغم من أنه هو مستشار أساسي للرئيس دونالد ترامب. جاء إلى السعودية وتناقش مع محمد بن سلمان وأعطاه قائمة بأسماء الأمراء الذي يجب عليه التخلص منهم إذا كان يريد أن يحكم السعودية. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن فعلا محمد بن سلمان مشى على الخطة. معروف طبعا يعني من صفوة الصهاينة في الولايات المتحدة هم جيرد كوشنر وديفيد جرينبلات، جيسون جرينبلات مستشار دونالد ترامب للأمن القومي. هذين الشخصين جاء إلى السعودية، أعطوا محمد بن سلمان القائمة كما ذكر صحيفة هارتس الإسرائيلية. محمد بن سلمان دمج القوة. ما الذي حصل بعد ذلك؟ فقط قبل شهرين أخذ جيرد كوشنر الجائزة بأنه توج محمد بن سلمان ملكا عمليا على المملكة العربية السعودية، أخذ 2 مليار دولار بالرغم من اعتراضات داخل الصندوق السيادي السعودي. برأيي أن هذه القوة وهذا الصلف وهذا النوع من التعامل مع الإدارة الأمريكية الذي لم يسبق، يعني ليس له سابق في السياسة أو في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، برأيي أن هذا النوع من التجبر في السياسات السعودية بالتعامل مع الإدارة الأمريكية يدار إسرائيليا من خلال شخصيات مثل جيرد كوشنر والمخابرات الإسرائيلية، التي في الحقيقة تعطي محمد بن سلمان خريطة السياسة في الولايات المتحدة ليستطيع أن يبقى في مكانته ويتوج ملكا، ويعني أنه مدين لكل هذا للجانب الإسرائيلي. لذلك وكل ذلك، وهذه مهمة جدا، أنه عندما سئل جو بايدن عن زيارته للسعودية وعن أنه سوف يتخلى عن وعد رئاسي تعهد به بأن يجعل السعودية دولة منبوذة بسبب حقوق الإنسان، لم يقل أنها قضية نفط، ولم يقل أنها قضية اقتصاد. قال أن القضية هي أن هناك الأمن العام في منطقة الشرق الأوسط وعلاقة إسرائيل مع جيرانها. إذن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي القضية المركزية في زيارة جو بايدن لكما للسعودية واشنطن. الدكتور خالد الترعاني خبير في الشؤون الأمريكية، وأيضا الدكتور محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكريا، شكرا جزيلا لكما. وحلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعوا.